عاشق الرسم منذ نعومة أظفاره. كريم ناصر الرسام المعروف في منطقة الحي جنوبية واسط يستنسخ تارة لوحات عالمية كبيرة وتارة ينسج من خياله صانعا لوحات خاضعة لمعايير الرسم المدروسة. اجت لجنة بالنسبة لهاي اللجنة بها كبار الفنانين وهذا ما يختارون اللوحة اللي مثل الفائزة والهذي ما عرفان انا يعني قلت رايح بس مشاركة ما عرفان بالهذي. وإلى أن بالمهرجان من سوى الكسمه وإجي وزير الثقافة المصري أو شو صاحوا يعني صاحوا بس ما أنا تفاجأت حتى تلاقي قام ترجم. كريم يبيع اللوحات بأسعار زهيدة من أجل رسم لوحات أخرى، إذ أنه يجهز نفسه بمستلزمات الرسم عبر البيع فقط، إذ لم تدعمه أي جهة حتى الآن. كل من يعتمد على نفسه أبيع اللوحة راح أشتري بها مستلزمات الرسم ما عندي غير هذا. كريم الحاصل على الابتدائية فقط حصد خلال 3 أعوام أكثر من 50 جائزة تكريم من مهرجانات دولية ومحلية، آخرها الجائزة الأولى لمهرجان الفنون الذي أقيم في القاهرة. من واسط حمزة الأسدي UTV.